بالعودة مع الفقرة الأولى معنا اليوم هي فقرة بخور الوحي، الفقرة الثابتة معنا كل أسبوع، وبيسعدني أن أستقبل الفنان سركيس رفول. أهلا وسهلا فيك أستاذ سركيس، وسطور نحكي عنك، صوتك أحلى من الحلا، وحضرتك خريج ليالي لبنان بتميز عالي، وكنت الأول على محافظة الشمال والثاني على لبنان، واشتهرت من العديد الأغاني الخاصة والوطنية، وحضرتك إنسان قدمت صوتك تتكون خادم للترتيلة على مذبح الرب. ابن بخور الوحي ومن الأشخاص الأساسيين بهالمنتدى، أهلا وسهلا فيك بنور جديد بفكرة بخور الوحي. أهلا فيك أستاذي نهدى. سركيس رفول، قديش بحياتك صوتك خدمك؟ خدمني وبعده عم بيخدمني لحديت هلا. يعني الانسان كل ما عتق كل ما جوهر. نعم. مثل ما بيقولوا الخمره كل ما بتعتق كل ما بتطيب خمرتها. والحمد لله كثر خير الله، انا بشكر ربي على النعمه اللي عاطيني اياها. انا ما بحب احكي عن حالي، لكن في جمهور هو بيعترف وبيحكي. نعم. بقى خدمك يعني بهيدي الطريقة؟ أكيد، وبعده عم بيخدمني لحديت. بعده عم بيخدمك هلأ. عم بتبلور صوتك، بتمرنه كذا، ولا متكل بس على الموهبة؟ لا، ما في يوم إلا ما، مش إنه بمرنه، بس ما فيش يوم بيمرق إلا ما بكون يعني عم بمر، إنه مش تمرين. نعم. يعني بحب غني. نعم. يعني ما في يوم بوقف عن الأغاني حتى لو بالبيت يعني، والعود معي على طول. بدي اسالك عن هذا الموضوع، انه ما بنشوفك الا والعود معك على طول، رفيقك الدايم، زوجتك، ابنك، ما بعرف شو بدي اسميه، بس انه الشخص اللي لازم يكون معك مرافقك على طول، انت متجسد بهال العود يلي بيرافقك، ما بتقدر تبعد عنه ابدا ولا ممكن. يعني بسهراتي على طول اذا بكون مدعي على عشاء او شي عزيمه ما فيها اغاني، كن معزوم عزيمه بياخذ العود معي احتياط. نعم. ربما يطلبوا مني اني غني، بس ما بغني بدون عود، ولكن بحس في عندي يعني بعطي من قلبي جود. بتدق بلا ما تغني؟ ممكن اذا حدا طلب منك تدق بلا ما تغني؟ لا اكيد بدق بعزف، بس مش كن من كل قلبي الا لما اكون عم غني انا. وبالمنتديات عاده بنشوفك يعني بترافق مثلا بمنتدى بخور الوحي. نعم. على طول حضرتك موجود وعم بتدق، كمان بتغني؟ اكيد، شيء طبيعي. شيء طبيعي. ايه. وبترافق شيء الشعراء هن وعم بي بعد الاحيان؟ اكيد. بعد الاحيان طلب ما بتحس انه بدك تغني بهالوقت؟ زي اللي قال لي، بس وقت بيكون في شعر يعني عم بتحسي فيه، بحس بالعزف معه، يعني بحب اعطيه نغمه حلوه. نعم. مع الشعر، لانه الشعر حلو كمان له معلوم يعني بفوتك بمود اذا انت كنت مرافقه بالموسيقى المضبوطه. صح. طيب شي مره مثلا طلبوا منك انك تضحي بشيء من هدول الاثنين؟ قالوا لك مثلا بشي شركه انتاج نحن بدنا اياك بس تغني بلا العود او بس تدق عود او هيك، شي مره حدا حطك بهالوضع؟ وان في حال حطوك، تنقول ما حطوك، في حال انحطيت باي موهبه بتضحي؟ هلا اكيد ما بضحي ولا بشغلي لا بصوتي ولا بالعود، بس اذا انفرض علي هيك وضع اكيد بدي ضحي بوحدي منهم. نعم. بس اكثر شيء بضحي اكيد بالعود، لانه انا اصلا كفنان عم ببين مواهبي انا كفنان. نعم. بس العود ما لي غنى عنه، اكيد شيء طبيعي. بس بضحي بعض الاحيان فيه، يعني اذا شركه انتاج طلبت مني انه هيك انه بدك تضحي، اكيد بضحي بالعود يعني. نعم. بس يعني بيكون هيك بدي اقول لك انه بحس كانه فراق بيني وبين العود. شقفه منك تعرف؟ شقفه طارت مني. طيب شو اخبار انه بسمع بتكون انت ضاهر بالسياره اذا شي مره مأخر على دفعه ميكانيك مثلا، مثل جميع اللبنانيين بتصير معنا في حاجز، بمين بتحتمي؟ بشو بتحتمي؟ مين صديقك الدايم؟ اكيد العود، لانه بتصير معي بعض الاحيان بكون رايح على الطريق يمكن نسيت وراء السيارة بالبيت. نسيت وراء السيارة، بس شو بعمل؟ بيكون معي العود، باخذ العود معي. نعم. هلا باخذه احتياط انا على طول، يعني بيسالوني على الحاجز شو معك؟ شو هيدا عود مثلا على الحواجز؟ شو بتعمل؟ بغني. نعم. وبتعزف عود؟ بقول لهم اكيد بعزف عود، لما بغني ما بعزف عود. نعم. ايه، وما بيطلبوا منك حتى انك تغني؟ لا ابدا. هلا بسمعهم صوتي اكيد، انه بسي دي بكون مسجل وانا بحفلة.
سمعوني بس انه على طول العود بخلصك من عدة سلاح. سلاحك إيه؟ هو يعني إيه؟ يا ريت لو كلنا بنتمثل بهيك سلاح، اجمل سلاح هي الموسيقى. عدة مرات سالوني في حواجز، سالوني انه ما معك سلاح ما معك شيء، قلت لهم لا معي فرد سلاح. قال شو هو؟ قلت له سلاح العود. سلاحي العود وصوتي. طيب بدي اسالك سركيس، قديش وجودك بالامسيات كنت حضرتك راضي عنه؟ يعني كنت بتفضل تكون عندك وجود اكثر واكبر اوسع، ولا راضي باللي عم بتقدمه لانك عم ترضي نفسك من جوا كفنان؟ هلا انا اكيد اول شيء تحيه لمنتدى بخور وحي، وعلى وجه تحيه لاستاذ ايسر كونه هو هو جمعنا على طول، هو اللي اسس المنتدى يعني. نعم تحيه له الاستاذ ايسر من ضمن صوتي لصوتك. انا بحب كل فترة انه من الامسيات اني يكون موجود معهم. هلا الفترات يلي بيكونوا هن يعني مغيرين شيء ما في انا بدل معهم، بس اكيد انا بتمنى ان يكون بكل امسية معهم. طب وبتحضر الامسيات في حال ما كنت مشترك؟ اكيد بتشجع. ايه اذا ما كان عندي شيء اكيد بشجع، بروح بحضر. نعم. والاستاذ ايسر بيعرف انه انا من المشجعين، يعني بحب اسمع شعر. بتلحن؟ بلحن. تلحن؟ نعم. شي مرة حدا حكي هيك شعر قدامك وحبيت انك تلحنه؟ في لحن عملته للجيش. نعم. انا تعرفي المؤسسة العسكرية لها تأثير علي كتير، وخاصة الجيش اللبناني. خدمت حضرتك؟ لا انا من محبي المؤسسة العسكرية. نعم. يعني اذا بتقولي لي بتحلفيني بشي بقول لك وحياة الجيش اللبناني. نعم. ما بحلف الا فيه. هلا عملت اغنية سجلتها من فترة قريبة يعني، وأنا لحنتها. نعم. من كلمات الشاعر أستاذ شربل فرانسيس. نعم. وألحيني أنا، توزيع وتسجيل إدوار نصيف. نعم. سمعناها شي على الراديو نزلت؟ لا ما نزلوها، ما بعرف للأسف، على أساس بيعملوا لها فيديو كليب للمؤسسة العسكرية. نعم. أنا عملت لها فيديو من عندي، يعني شاب صاحبي عمل لي فيديو نزلت على الفيسبوك. نعم. نقدر نسمع شيء منها هلا ولا؟ إيه؟ ولو إذا كيف لك يا ريت، ما دام عم تحكي عن الجيش وكلنا نقطة ضعفنا الجيش. عسكرنا ما بينحني عن مجد خبرت الدنيا، عسكرنا ما بينحني عن مجد خبرت الدنيا، حد البطل اقشع بطل مزروع قلب الوطن بالحيط علم مرفوع، حد البطل اقشع بطل مزروع قلب الوطن بالايد علم مرفوع، عزن دي ريحة أرزت وبتطوح فحب عطرها وعالجبين معلمي، لا 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 عسكرنا ما بينحني. الله يسلم تمك استاذ رفول. طب سؤال، بخلال عرضك بأمسيات شعرية وفنية، على أي أساس بتختار الموسيقى؟ من أي ناحية؟ من المعلمتين، على أي أساس بتغني الأغاني؟ شو هي الأغاني اللي بتغنيها وعلى أي أساس بتختارها؟ وطبعاً إذا حضرتك رفقت حداً شعر، أي لحن كمان بتدق؟ ارتجالي؟ ولا لا لازم يكون في معزوفة؟ لا هلا اذا في شعر جديد كلام اكيد بدك تقوليه بشكل قصيده. نعم. قصيده ملحنه يعني. نعم. اكيد، بس تحضريها بدها وقت اكيد، بس من وحي المناسبه بكون موجوده خلص بدك تلحنيها هيك بشكل قصيده يعني. نعم. ايه. بعدين الموسيقى اللي بتختارها حتى تاديها او بعطيها لحن حلو من عندي انا. نعم. بعطيها نغمه من عندي حلوه. هلا الأغاني يلي بغنيها أكيد معروفة يعني، والعالم بتعرفها وبتنبسط فيها أكتر شيء. طربية؟ طربية. طربية. طربية أكتر شيء بتسمع يعني، لحتى تقدر تدق على العود. ايه. كمان. نعم. يعني لو أنا إذا بدي غني أغاني شعبية و لا فيها تكون طربية راقصة. ايه. كمان يعني بيطلبوا منك أغاني بترقص بس كمان طربية. طربية أكيد. أكيد. هلأ الطربية فيها شيء شعبي يعني.
ايه معلوم، بس انه حتى البيت اللي فيها كمان فيك ترقص يعني عليه، يعني في ناس بتحب الرقص، ما ضروري يكون شعبي الرقص. اكيد اكيد. إيه رقص على الطرب مثلا، هنفترض عم نغني لأم كلثوم، هلا في مطلع الاغنيه مثلا، في ببلش تنقول مثلا شوي طرب أو إيه مثلا، بعدين بالكوبليه الثاني في عندك موسيقى شعبي، نعم إيه، هيدا حلو، هيدا بيحلي الاغنيه، نعم هيدا بيحلي الاغنيه، غير ما انه تضل كلها ناشفه 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 انه بطيئه، في شيء بيعمل لها شعبي بيحليها وبرجع للطرب البطيء يعني. طيب وشركه شركات الانتاج عم تخدمك هالايام؟ ابدا فيش حدا، ما حدا ما عم تخدمك الك ولا ما عم تخدم حدا؟ مش لالي انا، لا لا لالي انا اكيد، يمكن في غيري يمكن مش عم تخدمهم، اكيد في عندهم. مين عم تخدم هالايام؟ مثل ما عم تسمعي الاشخاص اللي بتجيب لهم مصاري. اكيد شيء طبيعي، هيدي معروف. طب ليش يعني شخص مثلك برايهم هن انه ما بيجيب لهم مصاري؟ عندك كل المقومات، مش ناقصك شيء. هلا هن برايهم شيء وانا برايي شيء، ما بعرف اني شو مطالبهم شركات الانتاج، ما بعرف شو بيطلبوا. جربت مثلا، حاولت إيه؟ حاولت مع كثير. الرد شو كان بهيك صوت وبهيك مع مثلا انا تواصلت مع انيسي على الفيسبوك، نعم، على صفحتي انا، بقى هي بتعمل دعايات يعني بتطلع فنانين وكذا وبتعمل لهم اعلام وكل شيء، بقى تواصلت مع وديت لها مثلا فيديوهات انا مسجلهم بحفلات يعني، بس ما عطت اهميه يعني ما عطت اهميه للفيديوهات يلي بعتها. بركي بهمها فنانين مشهورين؟ بده يكون هيك، ما بعرف. ما في تقدير للموهبه هالايام؟ ما في. يعني انا بعتذر عن هالكلمه انه بقولها، صار في فنانين، مع احترامي لهم ما بدي اذي حدا بكلامي صدقيني، بس في فنانين يعني متعدين على المسرح، على الفن تعدي وماشيين بكل دومين هيك. سوري بهالكلمه يعني، وماشيين منطلقين. نعم. ما بدي اقول غريب قريب او شيء او من برا البلد، هيدا كله فن بالنهاية. نحن ما بنقول غرب يعني، مرة واحد عم بيقول عن صديقي وبيغني عم بيقول عن الفنانين السوريين أو العراقيين مثلا أنه الغريب دخل على بلدنا، لا ما فيك تقول غريب. لا ما فيك تقول هيك، ما نحن داخلين على ما هيدي موسيقتهم، ما نحن عم نروح لبرا كمان، هيدي موسيقى عربية موحدة يعني كلنا بنسمع بعض. ما دخل هيدي، هلا فيك تعاتب مثلا تنقول هلا ممكن يكون اخذ له شغله بلبنان عامل حفله بداله، هيدي ممكن نفهمها. قلنا له العتب على نقابه الفنانين. نعم. لقيت الفنانين وين دورة اليوم؟ هي بدها توضع حد للكل. اليوم بسوريا أنا بحترم الفن. اليوم أنا عم بسمع مرة أستاذ صباح فخري، نعم، على محطة التلفزيون بتسأله شو كيف رأيك بفلان الفلاني؟ عمل له نعم؟ قلت له كيف رأيك فلان؟ قال له ما بعرفه. لا بل هو بيعرفه أستاذ صباح. لا بل هو بيعرفه. قال له مع احترامي للكل ما تجيبي لي سيرتهم هولي. قال له نحن بسوريا اللي بده يمرق كفنان بيمر على نقابة الفنانين ممنوع يطلع بسوريا. يعني هيدا الفن المحترم اليوم، الفن الراقي. نعم. ليش بحب اسمع وغني لصباح فخري؟ صوت غير شيء، راقي. طبعا 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 طبعا. طيب في شيء جديد محضر هالايام؟ عندك شيء جديد؟ شو جديد؟ صراحة ايه هلا لا عم بحضر غنيتين بس قديمين. ايه يعني عم ترجع تجددهم. نعم. نعم. مش لألي، لفنان عملاق الله يرحمه وبوجه له تحية لروحه، الفنان سمير يزبيك الله يرحمه. يعني أنا بليالي لبنان كان كوني نجحت على أغانيه هي. نعم. يلي نجحتني. نعم. شو هي؟ فينا نعرف أساميهم ولا بعد ما؟ لا بعد، هلا عم خليني مفاجأة لأنه بتعرفي. نعم. إذا بتحكي أساميهم يمكن بروحوا بيسجلون هن كمان. ايه. طيب فينا نسمع شيء؟ مش من اللي عم بتجددهم، شيء لقله، إيه؟ شيء بتحبه بترتاح له. لسمير يزبيك؟ إذا بتحب. إيه ليش لا ولا؟ فرقتهم طالت على بالي، طالت وعلي
الله ويدي ويدي من حب ويدي ويدي يا غلا الله فرقتهم طالت على بالي طالت والله وهجران بدياري يا ناري يرجعوا وجران بكليبي يا ويدي طولوا الحرب ويدي ويدي من حب ويدي ويدي يا غلا الله ويدي ويدي من حب ويدي ويدي يا غلا الله فرقتهم طالت عبالي طالت والله رجيتهم طالت عبالي طالت والله مقدر انساهم ليه بيهواهم يا عيني ليه بيهواهم واني بعدي على وعدي عيني مقدر انساهم وهجران بقليبي يا ويلي يرجعوا بالله هجران بقليبي يا ويلي يرزعوا بالله ويني ويني من حب ويني ويني يا غلا الله ويني ويني من حب ويني ويني يا غلا الله فرقتهم طالت عبالي طالت والله فرقتهم طالت عبالي والله. الله ويسلم تمك على هالأغنية الجميلة وعلى هالصوت. طب بتتميز سكيس بأنك بتغني على الطبقة العالية وعلى الطبقة الواطية بنفس التميز والقدرة، إنه كيف هذا الشيء تقدر توفق؟ أنا بحس إنه أنا ماني عم بقول إنه أنا فريد من نوعي، مش عم بقول انا فريد من نوعي، بس انه هذا الشيء نادر عند الفنانين. يعني عاده بيكون في نوطه واحد انه طبقه بيرتاحوا عليها. سوري قطعت لك حديث. تفضل. في فنانين عندهم طبقات صوتيه عاليه خلص، ما عاد في ينزلوا قرار، هيدي الطبقات الصوتيه العاليه العاليه ما بقى فين ينزلوا، خلص ما عاد ينزلوا. ليه ليه مرنوا صوتهم يعني على الطبقات العاليه؟ لا هي بتخلق معهم موهبه، بتخلق معهم. أوكي. مثلا هيدا شو اسمه السعودي جسمي ايه هيدا بعتقد اماراتي ايه صوته ما عاد في غني قرار، هيدا صوته بقى يعني خلص خلق هيك بده بيبقى هيك. بس في عندك اصوات مثلا بعمر 13 14 او اقل يعني صوتهم بيبقى عالي يعني بيصير الصوت كانه بالنيتي. هلا من بعد ال 15 16 بصير يتخن صوته يتخن، بس هو بيكون مرن حاله على الصوت العالي ما عاد يقدر يظهر منه، ولا وقتها بيصير يتخن صوته بيقدر بيرجع بيغني عطب. اذا اذا عنده موهبه وقيمه صوته بتساعده بيضل مثل ما هو. نعم. هلا في كثير في القليل بيبقوا هيك. هلا الوحيد اللي بقي بهالفتره هو سلطان الطرب جورج وسوف. نعم. يعني انا باسف لانه صار معه هيك. استاذ جورج وسوف له تاثير كثير علي عن جد بالفعل. نعم. هو اصلا له تاثير على كثير عالم، على العالم كثير، على الفنانين. ظاهره ما في فريدي من لا نوعها. لا تكرر. يعني بتلاحظي انه اكثريه الفنانين عم بيحاولوا يقلدوا جورج وسوف. ايه بس ما حدا قلدوا بس اكيد. نعم. بتحب تسمعنا شيء لإله؟ ايه ايه ولا يلا. Thank you.
اسمعيني في كلمة، اسعديني في بسمة، دوبيني النعمة، اهديك محبتي، تنسي يوم الحيرة ولا نار الغيرة، تنسي يوم الحيرة ولا نار الحيرة، حبك أحلى سيرة قالتها غنوتي، اسمعيني في كلمة، اسعديني في بسمة، دويني النعمة النعمة، أهديك محبتي يا روحي، يا نتي نتي نرم يا ني نرم. أما إن كان عن حبي أنا فيه أشواق وورم وغنى، وأنا في الدنيا ملهاش غنى، عن حبي نسيني العنى. أما إن كان عن حبي أنا فيه أشواق وغرم وغنى، وأنا في الدنيا ملهاش غنى، عن حبي نسيني العنى. حاولي تجربي يمكن تكسبي، فكري واحسبي يمكن تكسبي، تنسي يوم الحيرة ولا نار الغيرة، تنسي يوم الحيرة ولا نار الغيرة، حبك أحلى سيرة قالتها غنوتي، اسمعيني في كلمة، اسعديني في بسمة، اسمعيني في كلمة، اسعديني في بسمة، دويني نعمة نعمة، أهديك محبتي يا روحي. سلام تمك. ذكرتني بفيو للسلطان الطرب وقتها كان شاب ويدق على العود ويغني هالاغاني، ومثل ما لاحظت انك اخترت له غنيه قديمه مش جديده. نعم، هالاغنيه قديمه هيدي. نعم، بتحب له اغاني قديمه. القديمه يعني الاغاني الجديده ما بتغني له؟ بغني له، مش انه بس مش حافظ له هالاغاني الجداد اللي كانت يعني اثر الجديدة. فيك وقتها اللي كان صغير اول ما طلع اكيد. طب سؤال على السريع، لو برايك السوشيال ميديا كانت موجوده على ايامك من ايام ليالي لبنان، يا هل ترى كانت خدمتك مثل ما عم تخدم هلا الفنانين؟ اكيد. طب ليه ما بنستعملها هلا ما دامها موجوده وحضرتك بعدك؟ عم حاول اني اتواصل معهم اكيد. نعم. طب نحن حلقتنا شرفت على النهايه، ولكن قبل ما نحن نخلص الحلقة ما رح خليك تفل من دون ما تسمعنا ترتيلي، وطبعا تسحب جملة من خبز الحياة تنشوف ربنا يسوع المسيح شو حابب يقول لك من خلال جملته من الإنجيل. تفضل أول شيء. ادعوني يوم الضيق فأخلصكم فتمجدوني. أمين. أمين يا رب. مجد لألو. دخيل اسمه. السلام لألو دخيل اسمه. بتطلبوا وقت الضيق؟ أكيد. أنا مش ما بطلبوا وقت الضيق، أنا كل يوم بطلبه. بتشاركوا بأفراحك بس مش بس بأحزانك. أكيد بكل شيء، بأفراحي، بأحزانه، بيوم الصلب، بيوم اللي انصلب المسيح. لا قصدي أنت شخصياً. يعني نحن عادة كإنسان بس يضعف بيذكر ربه، وقتا بيكون مرتاح يمكن ما بيذكره. أنا شخصيا صدقيني أنا ما بضعف، أنا بحس إنه العذراء ويسوع معي. أمين. أنا بحس، أنا مش إنه ما عم أقول عني حدا من هالقديسين، لا، بس عم أقول لا أكيد. إنسان أنا ابن كنيسة بالنهاية طبعا، بس بحس إنه أنا العذراء ويسوع الله معي، ما بخاف. مشان هيك بيقولوا لي كيف بتروح بتجي بالليل مثلا، ليش بتعمل هيك، ليش بتعمل هيك؟ ما بخاف، ما بخاف، لانه يسوع موجود معي والعذراء موجودين والله موجودين معي. ان شاء الله على طول يضلون معك. ميرسي. رح ننهي الفقره
بترتيلي من اختيارك. أيوة. وبنشكر وجودك ووجود بخور الوحي بحياتنا. أكيد شكر كبير لألهم ولألكم قبل الكل. يعني بشو ما نحن عائلة واحدة. خليني إياك. وإن شاء الله نشوفك قريباً والأغنية الأخيرة أو الترنيمة لألك. على فكرة أنا بدي أتشكرك لأنه مش أول مرة رح كانت هيدي المقابلة. بيتك هون وبيت بخور الوحي. خليني إياكم. أنا بتشكركم من كل قلبي وشكر لمنتدى بخور الوحي. والمؤسس استاذ ايسر مخيل. شكرا لك استاذ لا شكرا على وجهك. اهلا وسهلا فيك. تحيه لكبيري لنور الشرق. ان شاء الله بيكون نور على كل الشرق. امين يا رب. تجاربها زدت حتى إذا ماتت.